معاكم سماح زيدان، واليوم أنا في بوتيكات عشان أكلمكم عن المنتجات اللي أنا استخدمتها من بوتيكات وكثير حبيتها. راح أشرح لكم فوائدها واستخداماتها. أول شيء وأول منتج حبيت أبدأ فيه هذا المنتج. هذا المنتج عبارة عن زيت مالتي فيتامينز، فيه كمية فيتامينز كثيرة جدا للبشرة. أهم شيئين أحبهم كثير في هذا الأويل، أول شيء إنه فيه ورد، ثاني شيء إنه يشد البشرة، يحافظ عليها ويوحد لون البشرة ويرطبها. كيفن ميرفي من الماركات المعروفة جدا من منتجات الشعر المفيدة للشعر، اخترت لكم اليوم هذا السبراي لكذا سبب. أول شيء هو ريبيرينج للشعر، ثاني شيء في جلتر، ثالث شيء في عطر، والأحلى من كذا إنه هو مش بس للشعر، كمان تقدرون تستخدمونه على الجسم. وبالنسبة لمنتجات الميك اب اللي أنا حاطة كمان منها اليوم، ماركة ميك اب فور ايفر طبعا ماركة معروفة، أحدث شيء فيها نزلتها هذا الباليت للفاونديشن وللكونتور. إذا فتحت لكم العلبة راح تشوفون جميع درجات الفاونديشن، منها الكونتور واللايتنج والفاونديشن نفسه. وقبل لا أطلع من البيت لازم أتأكد أن شعري يكون مبخر ومعطر. من أهم المعطرات حقة الشعر اللي أنا أستخدمها من أطياب المرشود نمبر 4. هذا أكثر منتج فعلاً أحبه وما أستغني عنه وما أشيله أبداً من شنطتي، من ماركة بنفيت تنت للخدود وللشفايف. اليوم اللي تحسين شكلك فيه باهت حطي منه نقطتين، بيعطي جداً لوك جميل ووردي. أحطه حتى في الصباح، أحطه في الليل، أحطه بدون ميك اب وأحطه مع الميك اب. هذا الكريم من كلارنس، كريم للأظافر ولليد، ينعم اليد ضد التجاعيد، يشيل الجفاف ويقوي الأظافر. هذا كان رأيي في بعض المنتجات الموجودة من بوتيكات، أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا، واللي تجربونه خبروني عنه، واللي ما تحصلونه بتحصلونه عندي في البوتيك.